السلام عليكم. انا بقدم لكم دلوقتي خبر يعتبر حصري، لان تردد في الاونه الاخيره انه ان المدرسين بتوع الصفوف الاولى والتانية بس هم اللي هياخدوا من الحافز، حافز الاسابه او الحافز الخاص بالصفوف الاولى. ولكن النهارده وصل عندنا في الاداره وفي المدارس الكلام دوت، وبحب اطلعكم عليه برجاء من سيادتكم ارسال اسماء الساده معلمي الصفوف الايه الاولى، الصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي للعام الدراسي 2021 زي ما انتم شايفين، تمام. وطبعا وتحمل اداره المدرسه ومدير المدرسه مسؤوليه التاخير وضياع الحافز. يبقى ان شاء الله الناس اللي بتقول انه مفيش حافز ليه صفوف الصف الاول والثاني والثالث، لا في حافز، تمام. وطب اللي كان اللي 12 قبل كده، ال 12 قبل كده يا جماعه كان بتاع السنه اللي فاتت، عشان كده ما جاش فيه الصف الثالث اللي هو كان منشور من حوالي 4 أو 5 أيام. ده كان خاص بالصفوف الاول والثاني، وده كان بتاع السنه اللي فاتت يا حبايبي. انما ده الجديد بتاع السنه دي 2021، تمام. وطبعا ذلك لصرف حافز الإسابة للصفوف الايه الاولى للعام الدراسي 2021 في موعد اقصاء الاربعاء، وتحمل ادارة المدرسة ومدير المدرسة مسؤولية التأخير وضياع الحافز عن المدرسة. سنة سعيدة، مع السلامة.